أهلين وسهلين، رجعنا لكم فيديو جديد مع دانسي وبيلا. الفيديو هذا راح يكون شوي مختلف، راح نروح محل حق مستلزمات للحيوانات ندور زي الأنبوب كذا، راح أوريكم إياه لإطعام قطط الشارع. راح نشتريه ونحاول نركبه بأكثر من مكان. فكرت أركبه بالحديقة اللي دايما أمشي دانسي وبيلا فيها، وكمان راح نحط واحد جنب البيت ونحط فيه الدراي فود للقطط. وخليكم معانا، الحين راح نروح المحل ويلا نروح. يلا 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 دوسي. باي يا توم، باي. بلا مستعدة؟ للأسف وصلنا المحل لقيناه مقفل. الحين بتشوف فرع ثاني وممكن نأجل المشوار لليل، وقررنا نطلع بعد العصر لأن أكيد إن شاء الله راح نلقى المحل مفتوح. وهنا دالسي مرة فيها النوم، وبلا كمان جاية معنا. عاد بلا دايم تتحمس على الطلعات، بس مرة الجو حر عليهم. والحين قربنا نوصل المحل، نشوفكم أول ما نوصل. طبعاً اللي جينا عشانه للأسف ما لقيناه، لكن راح نحاول نلاقي بديل أو راح نروح ندوره بمكان ثاني. إيش تبغون نشتري لكم؟ بلا، إيش تبغين؟ بلا كمين؟ تبغين نشتري لك؟ جينا المحل الثاني، إن شاء الله نلقاه هنا. زي ما شفتوا أمس رحنا محلين وكلها كان ما فيها هذا الأنبوب اللي ندور عليه، وأخيراً لقيناه أونلاين في موقع راح أحط لكم اللينك حقه. الله يعطيهم العافية ووصلوا لنا بسرعة مرة. طبعاً هذا الأنبوب اللي هو حق الأكل للقطاوة اللي بالشارع. راح نروح الحديقة اللي دائماً نتردد عليها وراح نعلقه فيها، يصير كل مرة نروح نمشي أنا ودارسي وبلا حط لهم أكل فيه. طلبنا 3 حبات، إن شاء الله في المستقبل راح نطلب زيادة، بس الآن مبدئياً راح نروح سوا وأوريكم كيف يتركب وينحط الأكل من هنا عشان قطوة تجي وتاكله من هنا. راح نوريكم الحين بالحديقة كيف راح نركب. 2 بالحديقة، 1 راح يكون هنا جنب البيت، لأني أنا تقريبا شبه يومي أودي كلابي لهذه الحديقة ونمشي فيها، فقلت فرصة أني أصير أحط للقطاوة أكل. أما بالنسبة للي جنب البيت فأصير أعبيه يومي. يلا نروح عشان نشوف كيف راح نركبه بالحديقة. والحين وصلنا للسوبر ماركت عشان نشتري دراي فود ونحطها بالأنبوبات. تونا وصلنا عند الحديقة، قاعدة أفكر أركب واحد هنا، أحس مكان مرة مناسب، هذا العمود أو هذا اللي بالكورنر. يلا الحين راح نشوف ونركب، خلوكم معنا. زي ما انتم شايفين ركبناه هنا كويس مكانه، والحين راح نحط الدراي فود داخله راح نوريكم كيف. بعدنا نشوف ارتفاعه، حسيت ارتفاعه مره كويس حتى القطط راح تقدر توصل له. اوكي بالله اوكي. الحين راح نحط الدراي فود هنا فيه،
زي ما انتم شايفين خلصنا، عبينا الانبوب كامل وراح نسكره. ان شاء الله كل مرة اجي هنا مع دولسي وبيلا راح احط دراي فود للقطط حقت الشارع، صح يا دولسي؟ يلا دولسي نروح. والحين بما ان خلصنا تركيب الانبوب الاول راح ننتقل للجهة الثانية من الحديقة ونركب الانبوب الثاني بحيث انه يكون في كل جهة من الحديقة انبوب. الحين راح امشي دولسي وبيلا شوي بعدين راح نركب الانبوب الثاني، ان هذا وقت المشي حقهم. والحين متوجهين للجهة الثانية عشان نركب الأنبوب الثاني، وهذه الجهة الثانية من الحديقة راح نركب الأنبوب هنا بهذا الكورنر، حسيناه أكثر مكان مناسب، راح نركبه ونوريكم كيف. وبس كذا خلصنا هنا بهذا الكورنر والكورنر الثاني، وبكذا نكون خلصنا من الحديقة. راح نروح نركب آخر واحد بالبيت، هذه أرض فاضية جنب البيت، وراح نحط الأنبوب الثالث هنا، دائما يكون فيها قطاوة فقررنا أن نحطه هنا، ثبتناه بالحجر زي ما انتم شايفين كذا، وحفرنا حفرة مارة صغيرة. وبكذا نكون ثبتنا ثالث واحد قريب من البيت. إن شاء الله كل يوم راح أحط للقطط هنا أكل. وبس كذا نكون وصلنا نهاية فيديو اليوم. بس قبل ما نختم حابة أقول لكم حاجة، راح أحط لكم لينك الأنابيب في الوصف، وكل أحد اللي في استطاعته يشتري زي هذه الأنابيب ويحطها حول البيت أو بالحديقة أو بأي مكان يشوفه مناسب، يصورها ستوري إنستغرام ويرسل لي ويسوي لي تاغ، هذا حسابي راح أنزل كل الستوريز حقتكم عندي. أتمنى اللي يقدر يسوي هذا الشيء يسويه، لأن هذا الشيء مرة راح يفيد كل القطط اللي بالشارع اللي مو ملاقين أكل. طبعا اللي ما يقدر يشتري الأنبوب مو مشكلة، حطه بصحن بلاستيك وحطه دايم للقطاوة بالشارع أكل، وأهم شيء تساهمون باللي تقدرون عليه. وإن شاء الله تكونون استمتعتوا واستفدتوا، نشوفكم فيديو جديد مع دولسي وبيلا وأفكار جديدة.